السلام عليك يا أبا عبد الله، صدق هذه السنة ما في مآتم ولا نجدد على الحسين عزيات، نضل عن بعد نسمع عن مصابة بس ببيوتنا نندب بحسرات، رضعنا من المآتم حب الحسين صارت مثل أمات الحنونات، تهل دموعنا من ننظر إليها نشوف مركبة من السود رايات، أظن ما نقدر نفارق عز حسين ولا نفارق على المنبر قراءات، ولا حتم القدر إلزم بها الناس وفارقنا بسبب تلك الوباءات، تظل بقلوبنا هموم وبواكي وبنبض القلب تتدفق الآهات، مآتمنا العزيزة شلون تصبر تشوف ان حالها مغلقة بقفلات، تظل تذكر لوادم من ينوحون على الحسين وعيال السبيات وعلى اهل بيته وناصرينه على اللي تقطع بجانب المسنات، اظل الاملاك بتجي وتندب حسين تجدد عزا وبتلطم الهامات، وتتذكر مصاب الهد ركنه فقد عباس يخي بشاطئ الفرات، تتذكر بعالي الصوت يصرخ يا ويلي على الولد الاكبر علي مات، وترسم صورته حامل القاسم رجلينه تخط الارض خطات، وظهره منحني وسايله دموعه وما يقدر يضمد للجراحات، يا رب بحق الحسين ومصابه فرج عنا كل هم وبلاءات. شاءت الأقدار كي ما يهربا عن شفار الموت جريا يغربا، وبهم خوف يهز الركبا يجهلون ما لهم قد قربا، يجهلون ما لهم قد قربا، عثروا عليهم قيدوا يديهم، ثم في السجن بقوا مدة عامي يطعمون خبزا يابسا وكوزا من قليل الماء والمدمع هامي، من قليل الماء والمدمع هامي، فأي طفلين هم ونورهم كالأنجم، من أين جاءوا ولمن ينتسبون بالدم، وما جنوا ليسجنوا ويتركوا في الظلم، وابن زياد مرعوا أتهم منتقم. قال الصغير يا أخي إلى متى نبقى هنا والظلم فينا قد عتى، لنخبر السجان عنا إن أتى، فربما للخير فيه منبتا، فربما للخير فيه منبتا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.